الهلع والفزع يهز قلوب الآمنين في المغرب، بيوت تهدم على رؤوس ساكنيها في مشهد يجسد الهوان والامتهان وأقصى درجات القهر للشعب المغربي من نظام المخزن. الدار قدام ساكنين فيها رازي، والدينا مزيودين هنايا وتولدنا حنا هنا في الدار. وهادي البارحه خويا مع ديك التسعودونس حتى كنحسوا بالزعزع، تزنزن علينا، هبطنا، هبطونا البوليس الشرطه، هبطونا، قال لك هبطوا ما تباتوش هنايا. وكل نهار كنجيو كنلقاو واحد تيقول لنا هضره، واحد تيقول لنا هضره، واحد تيقول لنا المسؤولين هذاك الشيء من الفوق، من الفوق، من الفوق. شكون هذا اللي من الفوق؟ وخرجوا لنا هذا اللي من الفوق، شكون هذا اللي من الفوق اللي دار لنا هذه الحاله؟ شكون اللي داير لنا؟ واش ردتونا؟ الله ياخذ فيكم الحق. هذه مساله استعماريه خفيه باش يخطر الناس يطجوا. علاش؟ هذيك حنا مغاربه. شنو واش فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل؟ جاو عندنا جابوا لينا مقترح ديال انه هو انتم غتمشيو تاخذوا سكن اقتصادي وخرج السيد تكري. ما عندناش باش نتشاب، قال لك 10 المليون لا بغيتوا السكن، تعطيونا 10 المليون ونعطيكم السكن الاقتصادي. وانا تنشد 20,000 ريال وعندي 5 نفوس. هذا الشيء راه حرام، هذا الشيء ما كيبغي لا والله لا اتحد، راه حرام حرام حرام. انا خرجوا لي دابا شردوني حتى دارنا اللي غادي يصدروني صهيانة شاملة يعيشها المغرب الذي تجاوز أعراف ربط العلاقات بالمفهوم السائد دوليا إلى انبطاح شامل في يد الصهاينة. ففي خطوة تضاف لمسار التنازلات المخزنية، الشارع المغربي الغارق في مشاكل الحياة وضعف القدرة الشرائية وضياع الحقوق يتفاجأ بمشروع لائحة تمنح بموجبها الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغربيين. ومع استمرار سياسات الذل واحتقار الإرادة الشعبية في المغرب، عجلة التاريخ لن تمر بل ستتوقف مطولا عند ممارسات نظام المخزن خدمة للكيان، موثقة كل أشكال الخيانة والعمالة المخزنية في وقت تتوسع فيه آلة الحرب والاعتداءات الصهيونية في منطقة الشرق الأوسط.